صباح النور والسرور البنات، اليوم جيت نبارطاجي معكم وصفة تاع الموسكوتو بذوق المندارين. بون، واش عندنا في هذه الوصفة؟ انا المول ديالي رفدت زوج حبيبات بيض، عندنا زوج حبيبات بيض بدرجة حرارة المطبخ، عندنا كاس غير ربع تاع الزيت، زيت العادي زيت سونغو، عندنا كاس غير ربع سكر حبيبات اللي يشربوا به القهوة، عندنا زوج كيسان فرينه بالنسبه لافارين، كل سيده والفرينه تاعها كاين اللي تشرب كاين اللي لا، دونك حنا نديرو الكاس الاول والثاني نديروه تدريجيا. عندنا هنا نص كاس تاع نواه كوكو، عندنا حبيبه مندارين، عندنا علبه تاع ياغورت تنجمو تعوضوها بالحليب، يعني ديروه ثاني كاس غير ربع، انا حبيت ندير علبه تاع ياغورت بذوق البرتقال، عندنا باكي خميره تاع الحلوه، بلا ما ننساو قرصه تاع الملح. دوك نجوزو مباشره على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه نبداو بها البنات هي نشعلوا لا كوزينير تاعنا على 180 درجه، اي تحت المتوسط بشويه، نعرفوا باللي الموسكوتشو ما يحبش نار قويه باش يطيب لنا مليح. ثاني حاجه نجيب البلندر تاعي، ولا تحبوا البغا ميكسور هذا الشيء يرجع لكم، نحطوا فيه زوج حبيبات تاع ولا الثلجاج. نبداو بالسوائل اولا، نزيدوا الكاس غير ربع تاع الزيت، نزيدوا العلبه تاع الياغورت، قلت لكم بذوق البرتقال تنجموا تعوضوها بكاس غير ربع تاع الحليب، نزيدوا عليها الكاس غير ربع تاع السكر حبيبات، السكر اللي نشربوا به القهوه، نضيفوا عليها حبيبه المندارين اللي كنا غسلناها قطعناها بهذا الشكل، نحيت لها كامل العظام علاش باش ما يطلقوليش المروريه في الوصفه بهذا الشكل. بالنسبه للنواشف نخلوهم من بعد، نضيف هنا قرصه تاع الملح ما ننساوهاش هكذا، ونخلطوا الكل مع بعض باش نضيفوا بقيه المكونات. نبداو بسم الله، هنا بعد ما تخلطوا لي جميع المكونات نجوزوا نضيفوا نص كاس تاع لانوات كوكو، عفوا نص كاس تاع لانوات كوكو، نزيدوا نضيفوا الباكيت تاع لا ليفور شيميك وزن 10 غرام، نتوما تحبوا تضعفوا الا كان المول تاعكم كبير، تحبوا تضعفوا الكميه يعني ضعفوا هذا الشيء يرجع لكم. نزيد نضيف كاس الاول تاع الفرينه، قلت لكم بالنسبه للفرينه هي فيها زوج كيسان ولكن على حسب النوعيه تاع الفرينه، دونك هنا نبداو بكاس ونص، وهذاك النص نشوفه اذا خصنا نزيدو اذا ما خصناش ما نزيدوش، اذا كانت النوعيه ما تتشربش يروح لنا حتى زوج كيسان ونص، على بها قلت لكم الفرينه ما تقيدوش، روحوا بالعقل حتى تحصلوا على القوام تاع الموسكوتشو. نبداو بسم الله على بركه الله، هنا بعد ما تخلطوا لي جميع المكونات شوفوا النتيجه اللي تحصلنا عليها، قوام تاع الموسكوتشو كيما نقولوا حنا، استنى نطلع لكم لاكام يعني بلا ما نزيد الفرينه، دات لي كاس ونص تاع لافارين، علاش قلت لكم بالنسبه لافارين هايديك شوفوا كي ديروا هكا هذا هو القوام تاع الموسكوتشو، يعني الخط ما يزيدش يتلاقى مع اخوه. هنا نجيبوا المول ديالنا، هنا جبت المول ديالي درت فيه لا مارغارين برك بلا ما سوبو ديريتو بلا فارين، ونجوزو نفرغو الخليط تاعنا، شوفوا القوام تاعو قوام تاع الموسكوتشو العادي. بالنسبه لافارين علاش قلت لكم بداو بكاس ونص، من بعد شوفوا اي ليك الفرينه ديالي انا يعني تتشرب ما شاء الله، دونك هنا كاس ونص كاس ونص وفى بالغرض، يعني بلا ما نزيد نضيف الفرينه. واذا جاتكم اونكاو زلق لكم الفرينه تاعكم زلقت يعني زلقت يدكم كيما نقولوا حنا بالعاميه، تنجموا تخفوها بشويه حليب، هذا ما كان باش تحصلوا على القوام المطلوب وما يجيش الموسكوتشو تاعكم ثقيل. انا نفرغ كامل الموسكوتشو تاعنا في المول، هنا بعد ما فرغت الموسكوتشو تاعنا كامل في المول، هنا نصيحه للبنات سورتو المبتدئات، جامي حاجه فيها الخميره ديروها جوست مع المول، دائما خلو هذاك الربع حق الخميره، دونك هنا اونكاو جاكم الموسكوتشو فوق الحق تاع المول اللي عندكم، هنا تنجمو ديرو في دي مول صغار البقيه تاع العجينه، ولكن المول البرينسيبال هذا المول اللي راح تقدموا فيه ولا اللي راح ديروا فيه الموسكوتشو، خلو هذاك الربع هذا كيما راكم تلاحظوا هنا هذا حق الخميره. انا هنا واش ندير، قلت لكم في بدايه الفيديو انه الوقت اللي كنت راح نوجد فيه الموسكوتشو تاعنا شعلت الفوغ ديالي لا كوزينيير، واش نديرو نحطو الشباك في الوسط على نار متوسطه، نعرفوا الموسكوتشو ما يحبش نار قويه باش يطيب لنا للقلب، ما نفتحوش لا كويزينيير على 20 حتى 30 دقيقه حتى نشوفوا الفوليوم تضاعف، يعني خلاص دار هذيك لاكوش الفوقانيه تم كيما نقولوا حنا نجبدوه نتستيوه بكيردون ولا بموس، الى لقيناه يعني ناشف 100% نشعلوا له من الفوق برك جوست باش يتحمر،
ونخرجوه باش نديكوريوه مع بعض. هنا البنات بعد ما طابت الكيكه تاعنا ولا المسكوتشو تاعنا، شوفوا الشكل اللي تحصلت عليه. نقول لكم نعاود لكم، توجور كي ديروا حاجه وقفوا عليها سورتو في الطياب باش تتحصل على نتيجه مليحه. هنا دوك نحطوها دو كوتي تبرد باش نقلبها على الشباك، نخليها تبرد ونجوزو نوجدو الكلاصاج اللي راح نحطوه من الفوق. بالنسبه للكلاصاج واش عندي؟ عندي كاس سكر غلاس، وعندي كاس عصير البرتقال، عصرت برتقال صفيتها، وعندي عطر لاباتاغوم تاع البرتقال باش نعزز النكهه. دوك نجوزو نوجدوها مع بعض. هنا باش نجوزو نوجدو الكلاصاج تاعنا، جبت صحن كيما راكم تلاحظوا باش يخرج لكم الكلاصاج تاعنا كيفو كيف الطليه. دائما غربلو السكر غلاس، علاش؟ معمر بلي كريمو دوك تشوفو، وباش تتحصلوا على نتيجه مليحه. لو كان تخدموا به مباشره دوك تشوفو، راكم تشوفوا هاد لو كريمو راح يشكل لكم عائق وما يخرج لكمش هذاك الكلاصاج اللي يجي فوق الموسكوتو، ما يجيش يعني المنظر تاعو ليس وشباب. هنا البنات نجيبو عصير البرتقال تاعنا بعد ما غربلنا السكر غلاس، ندير فيه هكا قطره فقط هكذا كيما هكا، نخلطوا هاد هاد لاباتاغوم اللي ضفناها للعصير تاع البرتقال، منو يعزز لنا النكهه ومنو يمد لنا لون شباب للكلاصاج. هنا نبداو نضيفوا في عصير البرتقال تدريجيا، ما تضيفوه شويه دفعه واحده، حنا ماذا بينا نتحصلوا على كلاصاج ماشي خفيف ماشي ثقيل، باش كي نفرغوا على الموسكوتشو يشد فوق الموسكوتشو ويمد لنا منظر شباب. اذا زلقت يدكم كوم لابيتود، لازم نوري لكم كامل لي زاستوس، كي اون كاو زلقت يدكم في العصير تاع البرتقال على سكر غلاس تنجموا تزيدوا سكر غلاس ما فيها باس. واذا فضلكم الكلاصاج تاني يعني جا قاسي على الموسكوتشو تاعكم، خبوه في الثلاجة ما راح يصرى له والو، وزيدوا استعملوه في اي حاجه اللي تكونوا راح تزينوا بها بالكلاصاج هذا هكذا. هنا ما تحصلش على اللون الشباب، دونك هنا ندير مباشره هكذا هاي ليك، ونخلط الكل. شوفوا البنات هذا هو اللون اللي راني نحوس عليه، هنا جاني شويه ثقيل هذا نورمالمون مليح، يعني ديك الريحه العزيزه اللي راهي تطلع. واش نقول لكم البنات شاهدكم في الجنه، هذا المقطع ما حبيتش نقطعه لكم دونك هنا خليته. هذا هو القوام البنات اللي لازم نتحصلوا عليه. شوفوا دوك نخلي الكيكه تاعي تبرد باش نكلاصيها، بالك وتكلاصيوها وهي سخونه ما راحش تتحصلوا على نتيجه مليحه. دونك هنا خلوها تبرد تماما ونجوزو نكلاصيوها مع بعض باش نزينوها تاني مع بعض. بعد ما بردت لي الكيكه ديالي نجوزو نحطوا عليها الكلاصاج اللي قلت لكم. بسم الله هكذا خدموا دائما بلا سباتشيل باش تمشوها بيان كامل على السطح بهذه الطريقه. هذه الطبقه بزاف بزاف بنينه بهذا الشكل هكذا. عندي هنا ثلاثه تاع شريحه الليمون بهذه الطريقه، او نجيب حبه ليمون نديرو لو زست تاعها هكا من الفوق برك باش يعرفوا بلي الكيكه تاعنا بذوق الليمون. نربيها كامل بهذا الشكل وتشوفوها بحول الله تعالى على طاوله التقديم. هنا بعد ما شفتوا معايا جميع المراحل النتيجه اللي تحصلنا عليها هاي ليك، هذه هي. شوفوا ما شاء الله جات اسفنجيه شكلها ما شاء الله، ذوقها ريحتها واش نقول لكم، حقكم في الجنه ان شاء الله. نقول لكم جربوها ما راحش تندموا عليها بهذه الطريقه وبهذه المقادير وبهذا الشكل. بون انا هاد الموسكوتشو يعني او رايح هديه دوك يلحق المولات وتقطعوا نقولها تصور لكم باش تشوفوا القوام تاعو الداخل يعني. ولكن في اخر الفيديو نقول لكم جربوها على ضمانتي باسكو فري 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 بنينه. نقول لكم تهلاو في رحتكم الوصفه المجيه. سلام سلام.